برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أقيم في العاصمة الرياض الملتقى الرقمي السنوي عرب نت في نسخته الرابعة تحت عنوان معا نتفاعل نبتكر ونبدع، والذي ترعاه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية. هناك كل الدعم، هناك كل الدعم من مؤسسات الدولة، والحمد ليس هناك طبعا أي صعوبات تتعلق بإنشاء البرامج، لكن الحقيقة أنه هناك جوانب التمويلية ورغبة القطاع الخاص في الاستثمار في المال الجريء، في رأس المال الجريء، وترددهم في الدخول في هذا لأنه في مخاطرة، لكنه هذا أمر ضروري لدعم الاقتصاد، وإن شاء الله في الآن في صناديق بدأت بدعم من مؤسسات في الدولة مثل صندوق التنمية الصناعية، وطبعا بنك التسليف، صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، كلها دعمت الآن واستثمرت في صندوق رأس المال الجريء، وهذا إن شاء الله يشجع القطاع الخاص أنه يشارك في مثل هذه الصناديق. الملتقى بمشاركة 80 متحدثا ورائد أعمال من المنطقة والعالم و40 شركة وعارضا من المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط والعالم، وتواجد عدد كبير من الحضور والمشاركون من مختلف مجالات الصناعة الرقمية وخارجها، والذي تجاوز عددهم أكثر من 1000 هاو ومحترف في المجال الرقمي. نحن بعرب نت بننظم أكبر مؤتمرات وملتقيات للقطاع الرقمي العربي، بننظمهم سنويا بلبنان بالسعودية وبالإمارات. نحن اليوم برابع نسخة من ملتقى عرب نت الرياض، اللي هو أكبر تجمع للرواد وصانعي القرار الرقميين بالمملكة السعودية. المؤتمر على 3 أيام بيضم أكثر من 30 جلسة وورشة عمل، نحكي عن أهم المواضيع اللي اليوم عم تتداول بقطاع الرقمي، منهم الاقتصاد الرقمي الإسلامي، سوق واعد بقيمته أكثر من 100 مليار دولار، نحكي عن المصارف والإنترنت، عن المعاملات المصرفية الإلكترونية، عم نحكي عن مواضيع السياحة والسفر عبر الإنترنت، دور المؤثرين في الحملات الإعلانية، وعندنا نحن معرض كبير مثل ما شايفين، أكثر من 50 شركة عارضة، أكثر من 20 شركة ناشئة عم بيقدموا أفكارهم ومشاريعهم على المسرح، ويتعرفوا من خلال الملتقى على مستثمرين، على عملاء، وعلى الإعلام اللي بيقدروا يساعدون بتنمية مشروعاتهم. الملتقى على أكثر من 30 محادثة وندوات نقاشية وأكثر من 15 ساعة من ورش العمل، بالإضافة إلى مسابقات كاملة مخصصة للشركات الناشئة في جميع المراحل، لا سيما المقتطفات التقنية التي يتم إدراجها للمرة الأولى، وشمل على دورات وورش عمل لأسواق المملكة العربية السعودية خاصة والعربية عامة. وتغطي هذه الدورات مواضيع تختلف بين الاستراتيجيات الرقمية واستراتيجيات مواقع التواصل الاجتماعي، ومشهد ريادة الأعمال وتكتيكات الشركات الناشئة، وكذلك كيفية شق الطريق والاستفادة من اتجاه التجارة في المنتجات الرقمية الفاخرة، والابتكار المؤسسي والاقتصاد الرقمي والإنترنت الصناعي. الهدف الرئيسي من إلكترو أيم هو جعل المملكة العربية السعودية الدولة الرائدة في مجال الإنوفيشن وتصنيع المنتجات الذكية على مستوى الميدل إيست. في غضون فترة بسيطة كرمت إلكترو أيم من فوربس as one of the most promising startups، رشحت من أرامكو كأصغر الشركات الإبداعية على مستوى الميدل إيست، دربت أكثر من 5000 شاب وشابة على آلية تصنيع منتجات ذكية، درست طورت وصنعت أكثر من 50 منتج ذكي سواء لأفراد أو شركات صناعية. اللي عرضناه حاليا داخل ورشة العمل هو نموذج بسيط من الشيء اللي نقدمه داخل إلكترو أيم. إحنا نعلم النشء ونشوفه كالتزام اجتماعي، لأننا مؤمنين بهذا الشيء من رفع ثقافة الابتكار وتصنيع منتجات ذكية بطريقة سليمة. قدمنا ورشة على التصميم التفكيري اللي هو الديزاين ثينكينج، وهو على كيف تصمم المنتجات
بحيث أنها تلبي احتياجات الناس. أغلب الناس يصمم المنتج اللي هو بيتصوره اللي هو يبغاه، ما يفكر في احتياجات العميل بطريقة عويقة غميضة، خلينا نقول أغلب الناس يفكر بطريقة سطحية، هذا يحب الشيء باللون ده، هذا يحب الشيء بالتصميم ده. إحنا نبغاهم يفكروا عليها بطريقة أعلى، نبغاهم يطلوا عليها من وجهة نظر إيش اللي يبغى ينجزه عن طريق هذا المنتج، إيش المشاكل اللي في حياته اللي تقدر تحلها، إيش الأشياء اللي هو بيحاول يوصل لها، كيف تقدر منتجك اللي أنت بتصمم هو يكون شيء صغير. إحنا ادينا لهم مثال محفظة، فخليناهم في البداية كلهم يسألوا المحفظة إيش تبغى لون المحفظة، إيش تبغى شكل المحفظة، إيش تبغى المادة. دائما كل الناس يبدأوا في نشر النظر هذه، بعدين نتحداهم إنهم يسألوا أسئلة أعمق شوية. هذا الرجال رب عيلة، هل هو مبهدل يبغى يرتب نفسه؟ هل هو يبغى يفكر بطريقة أوضح؟ هل هو ما عارف الفلوس؟ هل هو عنده عملات كثيرة؟ فك المحفظة حقته، شوف هو فعلا إيش بيسوي، مو بس إيش هو بيقول لك يسوي. أدرس البيهيفير حق الشخص عشان تفهم بالضبط هو إيش بيحاول ينجز. فتبدأ تسأله، أنت ليه حاطط هذا الكرت؟ والله هذا الفاتورة رميتها هنا ونسيتها من أول، هذا الكرت البزنس كارت حق واحد حطيته عشان أفكر نفسي إني أرجع له. فتبدأ تفكر تعرف هو إيش إيش النمط حياته. بنغطي مواضيع مختلفة، منها إنه شو السيستم اللي أنت عنا أضبط إشي تختاره عنا لما تفكر إن أنت تعمل الأونلاين ستور تبعك، من ناحية اليوزر إكسبرينس إنه عنا إيش عنا أضبط الطرق اللي أنت تتبعها لإنه نتأكد إنه الفيزيتور تبعك اللي رايح على الويب سايت عم بيلاقي الإنفورميشن اللي هو عم بيدور عليها، عم بيلاقي البرودكت عنا عم بيكون يعني مبين بطريقة إنه عنا تقنعه إنه عنا ياخد عنا هاي الديسيجن ويشتري من عندك، تبني انت عن هاي البراند لويالتي، يعني لتبني الثقه عند هاي الكاستمرز بي يور ستور اند بي يور براند. الحضور كان كتير حلو، انا صراحه ما كنت متوقعه، يعني التفاعل كان كتير منيح، عنا عم بيعطوا كتير انسايتس، عنا عم بيشاركوا من تجاربهم الخاصه. لما كنا نعطي عنا الاكسرسايزز كانوا عم بتشاركوا، عنا كانوا عم بتفاعلوا معنا، ف ام فيري هابي. جينا معرض عرب نت عشان نطلع يعني قدام المستثمرين وقدام نطلع قدام الجمهور انه احنا والله افضل منصة الكترونية تربط احتياج العملاء بمقدمي خدمات نقل الاثاث والنقليات بشكل عام بشكل مفيد ومرضي للطرفين بالنسبة للعملاء ومقدمي الخدمات ايضا، نضمن لهم الجودة وسرعة الحصول على عملية النقل وايضا السعر المنافس. كفكرة لنا سنة الآن الحمد لله، بس لكن كتشغيل وأوبريشن لنا تقريبا 6 أشهر. غطينا الحمد لله المنطقة الغربية بشكل كامل والآن الرياض بشكل جزئي، والحمد لله علينا طلب كبير يعني الحمد لله من أنحاء المملكة، خدمنا تقريبا أكثر من 10 مدن حول المملكة، فالحمد لله في إقبال كبير على الشركة وعلى مشروعنا الحمد لله. الملتقى إلى تشجيع ريادة الأعمال في المملكة من خلال تسليط الضوء على الأنشطة الابتكارية التقنية المدرجة في عربنت المقدمة في مجموعة من البرامج الوطنية الشاملة والمبادرات الخاصة بالسياسات الاستراتيجية عبر منصات فعلية وافتراضية للتواصل والتعليم، هدفها إنماء قطاعي الإنترنت والهواتف النقالة في المنطقة العربية ومد جسور الأعمال بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ركز ملتقى عرب نت الرابع على نمو المحتوى العربي في السوق السعودي والخليجي، خاصة تطبيقات الجوال وإدارة العلامات التجارية والإعلام وريادة الأعمال وغيرها، من خلال إتاحة شراكات مع عدة جهات ورواد أعمال تقنيين وكذلك المهتمون بالتقنية في المملكة العربية السعودية، وهو ما كان متاح لجميع رواد الأعمال ممن لديهم أعمال تقنية مبتكرة في مراحلها الأولى أو نماذج مبدئية أو ما يدل على فكرة المنتج، بالاعتماد على مجموعة من البرامج الوطنية الشاملة الخاصة بهذا الشأن ومبادرات السياسة الاستراتيجية المطبقة في مجال ريادة الأعمال والحاضنات بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص. كثير من الشركات العملاقة كيف تنمو؟ تنمو ما هو أنه كله نمو داخلي، هي تنمو بالاستحواذ على الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي فيها التقنيات الحديثة، وهذه الآلية من دون ما يكون هناك شركات عملاقة في نفس المجال أعتقد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تنجح النجاح المطلوب. فالمملكة لهذا المدينة ذكرت لكم أن المدينة من خلال المعاهد وشركة تقنية تعمل على إنشاء التحالفات التقنية الصناعية الكبرى، وأيضا بالتعاون مع الجامعات تساهم في إنشاء الصغيرة والمتوسطة حتى يكون هذا مكمل لبعض. فنعتقد الدولة الآن إن شاء الله متجهة لهذا الشيء بشكل كبير، وأن يكون عندك شركات عملاقة مثل سابك ومثل أرامكو مثل معادن بس في المجالات الأخرى الاقتصادية الأخرى، هذا إن صار سوف يدعم إن شاء الله الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير. تأتي أهمية عقد ملتقى عرب نت سنويا في المملكة العربية السعودية هو أن السوق السعودي وخلال فترة ما بين عام 2013 و 2015 شهدت على ما يقارب 4 ملايين عملية تجارية تمت عبر الإنترنت، وما يقارب 150 مليون دولار صرفت للإعلانات عبر الإنترنت، و 270 مليون دولار استثمرت في الشركات الناشئة. فريق مهارة عبارة عن مجموعة شباب سعوديين مهندسين حبينا نحل مشكلة الصيانة الموجودة في البلد أو أعمال البناء، وجدنا أنه كثير من الناس بيحب يتعامل مع الأفراد اللي بيقدموا خدمات الصيانة مثل السباكة والكهرباء مباشرة، فحبينا نقدمها بنفس الطريقة بس بطريقة مبتكرة عن طريق تطبيق إلكتروني في أقل من دقيقة واحدة يقدر يقدم الخدمة ويحصل على الماهر، وإحنا سمينا مقدم الخدمة ماهر، يحصل على الماهر اللي يبغى ويشوف تقييم العملاء السابقين له كيف كانت خدمته إيش آراءهم فيه، وفي نفس الوقت يقدر يقيم هو خدمته أصلا بعد ما تنتهي الخدمة من عنده. أسعارنا حتكون جدا مناسبة بسعر السوق، ما حنعطي سعر أعلى من سعر السوق. ثاني شيء عندنا أسعار موحدة للأعمال الواضحة جدا، حنلغي فكرة أنه الماهر أو الفني يقدر يضحك على الزبون أو أنه الزبون يقدر يتشطر على الماهر. ثاني شيء عندنا النظام مواعيد، تقدر تطلب الصيانة حقتك في الوقت اللي تبغاه في الساعة اللي أنت تبغاها. ثالث شيء عندنا أنه بنوفر فرص عمل أيضا للسعوديين، بجانب أنه في عندنا غير سعوديين عندنا أصل أيضا حيكون موجود معنا سعوديين أفراد مؤهلين مخرجين معاهد يقدروا يتعاملوا مع مشاكل الصيانة. اللي عم بيصير حوالينا انه كل شيء عم بيصير رقمي، الشركات بانية أجهزة ونظم معلوماتية انعملت من 20 ومن 30 سنة وتطورت وهي ثابتة وكويسة، ولكن مش سهلة التغيير. اللي عم بيصير انه عم تطلع شركات جديدة، أعطيك مثال، يعني في شركة مثلا أوبر هي أكبر شركة تاكسي بالعالم ولكن لا تملك تاكسي واحد. أكبر شركة هوتلات بالعالم الآن اير بي ان بي، أكبر حدا ممكن تروح عليه تحجز غرفة لا يملك غرفة واحدة. فإذا أنت ما بتبتكر رح يجي حدا يبتكر وموقعك بالسوق بيختلف. يعني في دراسة قريتها بالفترة بال2005 عدد ضخم من أكبر 500 شركة بالعالم بطلوا أكبر 500 شركة الآن، لأنه العالم عم بتغير حوالينا. إحنا SAP يعني بسبب اختصاصنا
بصناعات مختلفة وبمكننة الأعمال بموقع متميز إنه نقدر نساعد الشركات هاي اللي احنا فاهمين أعمالهم وعملنا مكننة لأعمالهم ليواكبوا هالتطورات هاي الرقمية. شمل الملتقى على مسابقتي عربنت الأساسيتين، عرض الشركات الناشئة وماراثون الأفكار، وتأتي أهميتهم لإتاحة مساحة على المنصة لرواد الأعمال كي يعرفوا بشركاتهم الواعدة ويقدموا أفكارهم المبدعة، ويضاف إليهما مسابقة حلبة الألعاب التي تسلط الضوء على أهم الألعاب التي تم تطويرها في المنطقة، والتي فازت فيها منصة نون التعليمية بالمركز الأول في مسابقة عربنت لأفضل الشركات العربية الناشئة، وهي منصة تعليمية تسعى لتحسين نظرة الطلاب لاختبار القياس ودعمهم نفسياً ومعنوياً من خلال وجودها الفعال والمؤثر في الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير التجربة التعليمية وتعزيز التعلم الفعال الموجه لاحتياج الطالب وتسخير التعليم الاجتماعي والذكاء الصناعي والثورة المعرفية في سبيل تذليل كل ما يتعرض طريق كل طالب وطالبة. أكل بيت هو عبارة عن موقع وكمان أبليكيشن على الجوال، هو عبارة عن منصة تجمع الطباخات ويسهل عملية التواصل بين الطباخة والعميل، من حيث أنه في طريقة التواصل، الطلب، الجودة على الأكل وكذا. كان صعوبة كثير أنه كيف نحصل على الطباخات أو كذا، يعني من ناحية البحث يوفر علينا الوقت، مرة نأخذ وقت كبير في أنه نبحث عنهم، وكمان من ناحية الطباخة أنه لما هي تدور على العميل يعني تلاقي شوي صعوبة، فهذا الموقع يجمع يعني ما بينهم شيء واحد. ملتقى عربنت هو ملتقى سنوي يقام انطلق في الرياض من عام 2012، كانت بداياته طبعا في بيروت، وأعلن عن شراكة بين مدينة الملك عبد العزيز وشركة عربنت لتدشين ملتقى عربنت في مدينة الرياض، وهذه كانت من 4 سنوات وحتستمر إن شاء الله ل3 سنوات القادمة. عربنت بشكل عام يهتم بالاقتصاد الرقمي وجميع محتويات الاقتصاد الرقمي، من سوشيال ميديا، من يوز للابليكيشنز، من مطورين، من ورش عمل، وكل سنة من مسابقات برضو رواد الأعمال، وكل سنة دائما يكون في طرح لأفكار جديدة ومسابقات جديدة وورش عمل جديدة ونوعية تعامل مع المحتضنين بطريقة جديدة. احنا مشاركتنا كمدينة الملك عبد العزيز احنا شريك مستضيف لملتقى عربنت، نهدف طبعا من شراكتنا هذه انه نكون على اطلاع دائم باخر المستجدات في الاقتصاد الرقمي، بحكم اننا لدينا حاضنات اعمال في مدينه الرياض وفي مدينه جده لها علاقه في الاي سي تي او تقنيه الاتصالات والمعلومات، ووجودنا في مثل هالملتقيات يعطينا قرب واطلاع على ما يحدث فيها. يعني حاجة مرة جميلة، وأنا عن نفسي يعني انبسطت فيها، غير أنه يعني في أشياء أنت بس تستمتع فيها وما تطلع منها بفايدة يعني عميقة، اللي هنا قاعد يصير يعني الاثنين، فهذا الشيء مرة. كنت متحدثة وكانت الجلسة تتكلم عن المؤثرين في السوشيال ميديا، كانت جميلة وأسئلة يعني كانت بسيطة، وكانت تتكلم يعني كيف المؤثر في هذا الوقت، كيف أنه يعني يتعامل مع الشركات أو عامة المجتمع، فكانت شيء لطيف جدا. هنا في تخصيص أو في يعني مثل ما يقولون نخبة، لأنه فيه شروط معينة للزوار، فأنت لما تجي تكون متأكد أنه أنت يعني راح توصل للفئة اللي أنت تبغاها، بعكس مثلا المعارض الثانية يكون في أعداد هائلة ومهولة لكن أنت ما تستفيد منها فعليا. يسعى
قواعد الملتقى رواد الأعمال والمشاركون من برنامج بادر في التعريف بعلاماتهم التجارية من خلال عرضها على الأسواق المستهدفة، ويسلط الضوء على خدماتهم من خلال التغطية الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية والتي حظوا بها من خلال هذا الحدث، علاوة على إنشاء شراكات متينة وطويلة المدى مع الجمهور المناسب.